قبل ما اكمل اخبارنا هنروح لإيناسيو. فاكرين إيناسيو مدرب نادي الزمالك البرتغالي اوجوستو إيناسيو اللي كان ماسك الزمالك قبل كده؟ خلينا نسأله بعض الأسئلة كده، هو معانا دلوقتي على الزوم، نسأله بعض الأسئلة عن الزمالك وهل متابع الزمالك، ونسأله برضو عن بطولة اليورو ان هو راجل برتغالي واكيد متابع بطولة أمم أوروبا. فخلينا نروح لإيناسيو، بنرحب بأوجوستو إيناسيو مدير الفني الأسبق لنادي الزمالك. مستر إيناسيو، اخبارك ايه يا مستر ايناسيو؟ برحب بيك طبعا وسعداء ان انت موجود معانا بعد فتره يعني تواجدك قبل كده في نادي الزمالك وفي مصر يعني، فمبسوطين ان انت معانا مره اخرى يعني. شكرا لدعوتكم ليا. انا بعمل تحليل كمان مع تلفزيون للمباريات مع التلفزيون البرتغالي، ما قدرتش عشان كده ادخل بدري في البرنامج معاكم، وانا شاكر جدا لدعوتكم ليا ولتواجدي معاكم. طيب مستر ايناسيو، يعني هل يعني بعد فتره رحيلك بقى عن نادي الزمالك ومتابع الدوري المصري، بتتفرج على الماتشات، متابع نادي الزمالك النادي اللي انت كنت يعني بتدربه قبل كده؟ أنا دايما بتابع الدوري المصري وبالأخص نادي الزمالك وأدائه، وبهني نادي الزمالك لفوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، كان علامة مميزة جدا نادي الزمالك، لكن مع الأسف مش ترتيبه مش جيد في الدوري، والاهلي عنده مباريات كتير متاخره والاول في الترتيب الحالي هو بيراميدز، لكن دايما الديربي الاهلي والزمالك بيكون عروض شيقه وجيده. رايك ايه في اداء الزمالك في الفتره الحاليه؟ وبرضه مدرب برتغالي ماسك نادي الزمالك مستر جوميز. على مستوى المنافسات الدولية كان جيد جدا على الموسم الحالي وكسب البطولة، ده مهم جدا. على مستوى الدوري الأمور ما مشيتش بصورة جيدة، أنا بتابع بس النتائج والترتيبات التصنيفات، لأننا المباريات ما بنقدرش نشوف المباريات الدوري المصري في البرتغال. أنا شفت مباريات الزمالك في أفريقيا، مش عارف في الوقت الحالي السكواد بتاع النادي الاهلي والنادي الزمالك، لكن عارف ان ناحيتين فيهم لاعبين كبار، لكن اللي بتابعه دايما نتيجه الزمالك وترتيبه في الدوري. تفتكر مين من اللعيبه المميزه اللي كان انت بتدربهم في نادي الزمالك؟ يعني مين احسن لعيب انت دربته في نادي الزمالك وكنت بتمتع بمهاراته وادائه؟ كنت بحب جدا شيكابالا. شيكابالا انا كنت اعرفه من قبل في سبورتينج في البرتغال، هو شخص ممتاز وكابتن كبير للفريق ولاعب كبير، ساعد كتير في الزمالك وعرفني اكتر ايه كره القدم في الزمالك وفي مصر. هو لاعب اثر كتير فيا وحبيت كتير الشناوي، طبعا حارس مرمى ممتاز، كان في مجموعة ما كانتش أسماء كبيرة من ناحية الإمكانيات، لكن فريق قدرت أشتغل معاه وكان راضي عن الشغل معاه. مستر إيناسيو، بعد رحيلك عن نادي الزمالك يعني هل جالك عروض تانية في مصر أو في قارة أفريقيا، في الدول العربية في قارة أفريقيا ولا لأ؟ لمصر لا، ما جاتليش عروض، لكن في بعض الوكلاء كلموني على أندية، لكن ما وصلناش للمراحل الرسمية، لكن جاتلي عروض من العراق وسوريا وتونس، عروض ما قابلتهاش لأن المشاريع ما كانتش هتضيف على اللي أنا كنت محتاجه واللي أنا كنت ناوي أعمله في شغلي. فقعدت فترة ما كانش عندي الإرادة إن أنا أضرب فيها، لكن أنا دلوقتي رجعت لحياتي كمدرب وبدور على المشروع اللي يخليني أطبق فيه شغلي وكرة قدمي. وفي الوقت الحالي أنا محلل في التلفزيون البرتغالي،
وبتابع دايما في كرة القدم البرتغالية وكرة القدم العالمية. يعني لو جه مثلا يعني عرض من الدوري المصري تحب ترجع تاني الدوري المصري؟ ولو جه عرض تحبه من نادي ايه؟ انا ما اقدرش اكون هنا اختار الانديه بالطبع، لان احنا كمدربين بنعتمد على العروض. احنا ما نقدرش نقول النادي فلان او فلان، لو جه عرض من نادي في مصر ولو قدم لي المشروع اللي عند النادي واهداف النادي، لو الموضوع دوت كان يتواصل مع الافكار بتاعتي فبالتاكيد هقبل العرض ده. لو الزمالك عرض عليك مره اخرى تمسك الزمالك، ترجع تاني تمسك الزمالك ولا صعب؟ الزمالك نادي في قلبي، هو في الوقت الحالي عنده مدرب برتغالي بيعمل شغل كويس، شايف ان النادي عنده مدرب بيخدمه بصوره كبيره جدا، لكن في المستقبل بالتاكيد لو الزمالك حب ان خدماتي كمدرب اكيد مش هقول لا للزمالك. طيب خلينا ننتقل معاك بقى لبطوله اليورو، بطوله امم اوروبا، ويعني شايف البطولة مين الفريق القوي أو الفرق المرشحة اللي تقدر تكسب بطولة أوروبا، البطولة اللي بتتلعب دلوقتي في ألمانيا؟ إسبانيا عاملة بطولة ممتازة، بتلعب في الوقت الحالي مع ألبانيا، إن بتلعب على المركز الاول، هي كسبان 1-0 دلوقتي في الشوط الاول. فاسبانيا في الوقت الحالي هي افضل فرقه بتلعب بكوره في البطوله، وفرنسا في اول مباراه ما كانتش جيده جدا لكن بعد كده رجعت لمستواها، والبرتغال بالطبع عندهم مباراتين بفوزين، اول مباراه البرتغال ما ادتش الاداء المطلوب، الأداء ما ظهرش في الصورة الجماعية، كان في لخبطة في الأول بين اللاعبين، وكسبت التشيك وده كان مهم، لكن المباراة الثانية ضد تركيا البرتغال لعبت 4-3-3، عملت مباراة ممتازة وأحرزت أهداف وكانت تقدر تحرز أهداف أكتر، كانت البرتغال جيدة وقوية جدا، لو كملت على نفس المستوى اللي قدمته قدام البرتغال هيبقى عندها فرص اكيد انها توصل للنهائي وتكسب. طب يعني قول لي كده اربع فرق انت بترشحهم للوصول للمربع الذهبي او الدور قبل النهائي لبطوله اوروبا. اسبانيا اعتقد، وفرنسا، البرتغال، وهولندا. البرتغال وهولندا. طيب عايز اسالك عن كريستيانو رونالدو، يعني ما شاء الله رونالدو السنة دي في الدوري السعودي عمل أداء رائع جدا مع نادي النصر، مع منتخب البرتغال في مباراة ودية قبل البطولة أحرز هدفين، شارك في فوز البرتغال في المباراة اللي فاتت، شايف رونالدو يقدر يكمل مع منتخب البرتغال لغاية كأس العالم 2026؟ السؤال أنا عايز أقول في الأول إن هو في الوقت الحالي عنده حالة ممتازة من ناحية الذهنية والحالة البدنية، والأمور ماشية معاه كويس جدا من ناحية المباريات وبيحرز أهداف. ممكن يحتاج انه يحرز اهداف في البطوله الاوروبيه، وزمايله احرزوا اهداف وهو في الحاله البدنيه جيده، فهو لاعب مميز وكلنا معجبين بيه، هو عنده 39 سنه ونتمنى انه يكمل على مستوى العالي، وكمان عندنا بيبي المدافع عنده 41 سنه وعمل مباراه ممتازه لتركيا. لكن انا قلت في التلفزيون البرتغالي والسي ان ان تي في البرتغال ان كريستيانو رونالدو هيكون في الكاس العالم وعنده 41 سنه، وانا شايف ان عنده الامكانيه والمقدره انه يعمل كده، وممكن يكون دي اخر بطوله اوروبيه لي، وممكن خلاص يعتزل معنا المنتخب من الكاس العالم القادم. بشكرك يا مستر ايناسيو، واتمنى لك التوفيق في عملك في التلفزيون البرتغالي، واتمنى كمان ان انت ترجع للتدريب مره اخرى خلال الفتره القادمه، ونشوفك في الدوري المصري قريب باذن الله.
شكرا جدا لودكم وتحياتي الحارة للجميع وتحياتي الحارة لجماهير الزمالك. أشكرك شكرا جزيلا مستر إيناسيو، طبعا مدرب نادي الزمالك الأسبق وطبعا مدرب برتغالي، كان المدربين ما عادش كتير في مصر لكن من المدربين المميزين، ويمكن هو الراجل حتى يعني بيتكلم على فيكتور جوميز وقال ان هو مدرب مميز مدرب الزمالك، ويعني قال ان الزمالك بيأدي بشكل كويس في الفترة الحالية. طيب.